سنقتلهم دعون بإذن الله عز وجل بالحق، سنقاتلهم ونستحل دماءهم أيضا. مش هنخلي فيكم حد. أنا أصلا لغاية دلوقتي بقول مش ندمان على اللي أنا عملته في نصرة الدواعش في أيام، في نصرة الدواعش في أيام، في نصرة الدواعش في أيام. أيوة. ليه واحد فيكم مش ما عندوش عدولة؟ ما أنت لو قدامي أنا هقتلك على فكرة، أنت لو قدامي وقلت لي كلمتين دول أنا هشقك نصين حرفيا يعني، أيا كنت مين. نعم، مش هنخلي فيكم حد. دي حقيقة. فأنا أستضيف اليوم أخي وصديقي الشيخ أبا عبيدة النقادي، بارك الله فيه.